بسم الله الرحمن الرحيم. مع كنز عظيم جدا من كنوز السنة لا يعلمه أكثر الناس، روى الإمام الدارمي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا يوم النيروز خلافا على المشركين، ولكم عندي صوم سنتين. إيه هو يوم النوروز؟ نيروز. يوم النيروز اللي هو كانوا بيسموه القدماء المصريين أو القدماء المصريون يوم الزينة. لسيدنا موسى عليه السلام حاجة فيه، أو ربنا سبحانه وتعالى نصره على الصحراء، ده كان بيحتفل بيه القدماء المصريون أو الأقباط المصريون. كلمة قبطي معناها مصر القديم، وده عيد كفري، عيد شركي، عيد وكان بيحتل يعني من أيام كانت الفرس محتلة مصر، وكان فرعون بيحتفل بيه. فمن أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر الاحتفال بشم النسيم، لأن هو يوم الزين ده هو شم النسيم اللي بيسموه عيد الربيع، اللي تنزل الناس فيه تقعد في الجناين تاكل فسيخ وتوسخ تملى الأرض بالقاذورات، وياكل ويفطروا وياكلوا بيض ملون. ده غير إنه أصلا مرتبط بعيد النصارى، عيد القيامة اللي بيسموه عيد القيامة المجيد، اللي بيجي دايما يوم الأحد، اللي بيدعوا فيه كذبا إن سيدنا عيسى عليه السلام قتل صلب ومات، بعدين جالهم يوم الأحد في عيد القيامة ده قام من موته تاني وجالهم ماشي على الميه. اذا اللي بيحتفل بيوم شم النسيم، وطبعا النصارى بيحتفلوا بهذا اليوم، يبقى هو بيوالي النصارى وبيوالي الكفار، بيتشبه بهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. فمن اكبر الكبائر الاحتفال بشم النسيم، من اكبر الكبائر انك تنزل وتقعد في الجناين وتاكل فسيخ. ذلك اللي بيخالف المشركين وبيصوم اليوم ده له صيام سنتين، ففضل عظيم جدا من رب العالمين سبحانه وتعالى. فصح حقيقة عقيدتك، خذ وفوز بهذا الثواب العظيم، الثواب العظيم خلافا للمشركين وامتثالا لامر النبي صلى الله عليه وسلم. ف سنة عظيمة جدا. طبعا اللي بيصوم الاثنين ومتعود ان هو يصوم الاثنين لن يعبأ بهذا الكلام اللي بيفعله الذي يفعله المشركون والجهال، لكن هيحتسب بقى الاجر ده. يبقى انت هتصوم الاثنين، هتاخد ثواب الاثنين، وهتاخد فوقه ثواب صيام يوم النمروز اللي هو بيكون اللي هو دايما يوم الاثنين بيجي مش يمشي من السي. فانا هكتب لكم الحديث العظيم في الوصف ان شاء الله. ده كلام مشروع، كل قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.